عقدت جبهة التضامن من أجل التغيير المصرية اجتماعا لها مساء أمس لمواصلة المناقشات حول الوثيقة التي ستصدرها خلال الفترة المقبلة بهدف إصلاح الوضع في مصر من جميع النواحي وتقديم برنامج تفصيلي يحمل رؤى سياسية وإصلاحية لعدد من الملفات والقضايا الهامة، أبرزها ضرورة وجود ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتضم الجبهة عددا من الشخصيات السياسية المصرية مثل حمدين صباحي والسفير معصوم مرزوق والدكتور حازم حسني والناشط السياسي جورج إسحاق والدكتور فريد زهران والدكتور عمار علي حسن والدكتور حازم عبد العظيم والمستشار هشام جنينة. لمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف من القاهرة الناشط السياسي وعضو جبهة التضامن من أجل التغيير الدكتور حازم عبد العظيم. دكتور حازم أرحب بك، وفي البداية أسألك عن هذه الجبهة، أسباب تكوينها والأمور التي دعت إلى هذا التحرك من قبل هؤلاء السياسيين المصريين وأنت منهم. مساء الخير وأهلا بحضرتك. هو الحقيقة من فترة كان في كلام كتير جدا في الساحة السياسية عن لابد من وجود جبهة معارضة. يعني احنا من بعد 30 يونيو من ايام الاخوان الحركة السياسية في مصر تقريبا اتقتلت تماما، وتم تأميم الحياة السياسية تحت الحكم العسكري بطريقة لم تظبط يمكن في ايام حسني مبارك. في انتخابات في 2018 مما يدعو الى التفكير في احتمالية الضغط على النظام للتغيير، فرصة التغيير. طبعا موضوع نزاهة الانتخابات وضمانات ده شيء مهم جدا، يمكن ده يكون راس الحربة لجبهة المعارضة تتكون. يمكن ده أول تجمع أنا حضرته موسع، أنا حضرت يمكن اجتماعين ثلاثة على الضيق، أنا مش من أنشط الناس أو من المؤسسين أو من قادة الجبهة. نعم. مرة أخرى مشاهدينا الكرام عودة إلى مسائية الليلة، وأعود إلى الدكتور حازم عبد العظيم. دكتور حازم، كنا نتحدث عن الأسباب التي دعت إلى وجود هذه الجبهة، والسؤال الآن يعني هل هذه الجبهة تكونت من أجل الانتخابات الرئاسية 2018 القادمة أم من أجل الوضع السياسي في مصر؟ هو الدافع الحقيقي الرئيسي لتكوين الجبهة هو الوضع السياسي في مصر. يعني احنا من فترة كل المعارضة مشتتة، في ناس كانت بتاخد وقتها لغاية لما تقتنع بفشل النظام، زي ما شفنا على مراحل. يعني في ناس كانت مؤيدين جدا الى اقصى اليمين، انا واحد منهم، في وقت معين انقلبت على النظام، ثم في ناس بعد كده، ثم في حتى يمكن ناس قريب جدا من شهرين ثلاثة ابتدوا يكتشفوا الوضع عامل ازاي. فهي النقطة ان الدافع الرئيسي هو ان يبقى في بداية كيان معارض. طبعا التشتت كان قوي جدا في الفترة الأخرانية، في ناس كانت مع الإخوان، إسلام سياسي، ليبرالي، اشتراكي، مزايدات، اختلفنا مع بعض بشدة وبحدة. طبعا أنا من الناس اللي بلتقي جدا فوق الخلافات، لأنه احنا في وطن بيضيع دلوقتي. فبالتالي مجرد تجمع الشخصيات دي كلها في مكان واحد زي امبارح يعتبر شيء إيجابي جدا. وسؤالي الآن دكتور حازم، سؤالي من هي الشخصيات التي دعيت، وهل هناك كيانات أحزاب أو قوى سياسية تم دعوتها، أو أحزاب سياسية أو قوى تم رفض وجودها معكم؟ نعم، أنا طبعا غير مخول الحقيقة بالكلام بالنيابة عن الجبهة، أنا بتكلم كعضو حضر. نعم. وبرضه لازم أوضح، أنا لست من قيادات الجبهة ولست من النشطين فيها، أنا مجرد داعم. وبالمناسبة برضه عايز أقول أنا داعم لأي جبهة معارضة أخرى، لأن في جبهات أخرى بتتكون وقرارات أخرى بتتكون حاليا على أرضية مختلفة، وبعض الخلافات في التوجهات ويمكن الأيديولوجيات، لكن في النهاية الهدف كله تغيير النظام، الرغبة الشديدة في تغيير النظام. فاللي حضر في المجموعة طبعا كان في أحزاب ممثلة بشكل جيد، معظم الأحزاب كانت موجودة، مش فاكر الأسماء قوي. يعني الديمقراطي الاجتماعي هو اللي كان مستضيف اللقاء، كان في حزب الدستور، الاشتراكي، الحزب الشعبي الاشتراكي، تحالف الشعب الاشتراكي، ومجموعة من الشخصيات المستقلة، والسيد حمدين صباحي كان موجود، دكتور ممدوح حمزة، فريد زهران، دكتور عبد الدين مصطفى، دكتور عمار علي حسن، دكتور سمير عليش، وبعض الشباب موجودين وشخصيات أخرى مش عايز أنساهم الحقيقة. لكن طبعا اللقاء كان فيه بعض الأول يعني مناقشات عن الوثيقة وتوجهاتها وسياساتها، لكن في النهاية هم اتفقوا أنه يكون في كمان لقاء تاني بعد أسبوع لتنقيح الوثيقة دي والوصول إلى وثيقة يعني يتفق عليها الأغلبية، ودي عملية مساعدة. لكن ده مش مهم، ده كله المهم حاجتين. المهم أن في
شخصيات معارضه ابتدت تقعد مع بعض، الشخصيات كلها متفقه على النظام السيسي نظام فاشل وقمعي وظالم وليس صادق. في مبادئ اساسيه بتجمعنا، في اقتصاد بينهار، في ارض بيتفرط فيها، في ظلم وفي حبس وفي تعذيب، يعني كل شيء في تأمين الإعلام، في تدخل المخابرات والأجهزة في السياسة، تدخل في الإعلام، تشويه معارضين، مناخ سياسي فاسد، الشعب مش لاقي ياكل، مشاريع عملاقة الحياة كلها، ما فيش دراسة جدوى، ما فيش احترام للشعب، حاجة كتيرة جدا يعني. فده كلنا متفقين عليه. التوجهات بقى ازاي نتحرك دي لسه هتبان الفترة الجاية، وإن كان الاتفاق العام على لابد من الضغط على ضمانات للانتخابات القادمه، سواء اشراف قضائي دولي او باي طريقه بقى يكون في انتخابات نزيهه، عشان ده يكون في امل في التغيير. التغيير الثوري حضرتك من الشارع او من خلال التظاهرات في منتهى الصعوبه حاليا، احنا لسنا في نظام حسني مبارك ولا في نظام محمد موسى. طيب الراجل اللي بيفكر، الشاب اللي بيفكر بس ينزل من بيته يكون متاخد هو خمسة حواليه. وهذا السؤال دكتور حازم، وهذا السؤال، كيف يمكن، كيف يعني لهذه الجبهه ستتحرك في ظل هذا القمع الذي وصفته، قمع النظام لاي معارضه وسجن المعارضين، كيف ستتحرك هذه الجبهه بدون ضغوط او بدون تهديدات او حتى السجن لبعض اعضائها او لاعضائها؟ شوف حضرتك احنا كلنا مسؤولين، يعني انا شخصيا من الناس يعني اللي خلاص يعني انا بسمعهم كلام في التليفون واسمعوا اللي انتوا عايزينه، انا مش هغلط يعني، ما فيش حد على راسه بطحة الحقيقة. طبعا كلنا مهددين طبعا بكل تأكيد، ممكن يعملوا أي حاجة بالتأكيد، لكن كل ما يكون في تجمع لشخصيات معارضة في كيان واحد بيبقى ضربهم أصعب. ممكن يعمل زي السادات اللي سجلنا كلنا، جايز كويس، لكن في النهاية احنا ناس عايشين في مصر وبنحترم برضه الناس اللي خارج من مصر. احنا انا لا ازايد على مسافر بره واقول له انت قاعد هناك وسايبنا هنا، انا ما بحبش الاسلوب ده. اللي طلع بره لظروف وبيعارض من خارج اهلا وسهلا بيه، بس ما تزايدش علينا وانت في الخارج. لكن احنا طبعا في مخاطره شديده ما في شك، لكن ما عندناش حل تاني يعني، احنا هنعمل ايه يعني. لكن انا اعتقد النظام ده جبان، هو طبعا نظام شرس لكن بيعمل حساباته، وطبعا في مراقبات، في مراقبات حتى يعني مش بس بالتليفونات يعني، في بتلاقي عربيات بتبقى موجوده تبعهم بيشوفوا مين اللي راح ومين اللي جه. لكن هنقول امرنا لله. طيب دكتور حازم، الحديث عن الوثيقه، بعض الصحف ووسائل الاعلام يعني سربت بعض ما جاء في الوثيقه، حسب ما قالت انه وثيقه تتعلق بالحفاظ على مدنيه الدوله، فتح المجال الاقتصادي امام كافه قطاعات الشعب، بدعم القطاعات التعاونيه، وايضا ايقاف تدخل السلطه التنفيذيه في السلطه القضائيه، الافراج عن كل المظلومين في السجون خاصه سجناء الدفاع عن الارض الذين ألقى عليهم القبض في مظاهرات تيران وصنافير. هل هذه البنود جاءت في الوثيقة؟ بص حضرتك، الوثيقة اللي طلعت دي وثيقة غير دقيقة، فيها يمكن جزء يمكن كانت مسودة، يمكن لسه كانت طالعة زمان قوي، لم تكن دقيقة بالمرة يعني. لكن هي في حاجات كتير جدا ممكن تبقى يعني موجودة في الوثيقة الجديدة، وزي ما بقول لك احنا كلها حاجات يعني، مثلا بالنسبة على الإفراج عن المعتقلين مثلا، كلنا موافقين على إنه لابد من إنه اللي من ضمن أهداف الحملة او الجبهه ان لما يكون في مرشح رئاسي مثلا قادم هيكون من ضمن المقومات او الاساسيات ان احنا ممكن ندعمه. احنا دلوقتي ما فيش مرشح ندعمه حاليا. يعني دكتور حازم عذرا على المقاطعه، يعني اسماء سربت شام جنينه، احمد شفيق، الا يوجد مرشح للجبهه الان؟ لا لا لا، هو الاتفاق دلوقتي ان الجبهه اولا هي جبهه معارضه تعارض النظام الحالي وتهدد الى التغيير. طيب الدكتور السيد عمرو موسى، كان هناك يعني جدل، ونشرت صحيفه اليوم السابع عمرو موسى في الجبهه، عمرو موسى برا او خارج الجبهه، ما هو الامر بالنسبه لعمرو موسى؟ لا الحقيقه هو السيد عمرو موسى لم يدع الى الجبهه ولا ابو غوار. كل الكلام اللي قالته اليوم السابع بالنسبه للشخصيات كان غير دقيق، حتى انها تحطني انا والدكتور حمزه كقياديين في الجبهه ده مش صحيح. الدكتور حمزه قيادي فعلا، انا مش قيادي. كويس، فهو الاختيار بالنسبه للشخصيات الكلام ده مش مظبوط. لكن زي ما بقول لحضرتك، الهدف الرئيسي انه الجبهه الاول تتكون، وبعد كده نشوف من المرشح الرئاسي الذي سيكون له الاكثر حظوظ من ناحيه العمليه، وفي نفس الوقت يكون مرشح يقوم بانهاء حقبه عبد الفتاح السيسي والمشير احمد والمشير طنطاوي. دكتور حازم، فيما يخص رفض بعض القوى، يعني هناك برضو صحف سربت ان انتم رفضتوا الجبهه، رفضت السادس من ابريل، الاشتراكيين الثوريين، حزب الوسط، حزب مصر القويه، هل هذا الامر حقيقي؟ انا الحقيقه في الاجتماع امبارح ما شفتش يعني
الرفض الواضح ده او الرسمي، لكن في كلام فعلا في الموضوع ده انه مش عارف بيرفضوا الناس. انا الحقيقه انا شخصيا انا ضد الاستقطاب ده خالص دلوقتي تماما، يعني ضد هذا يعني ايه التشتت يعني. لكن بالعكس الروح امبارح كانت كويسه، في نقاشات لسه هيناقشوا المواضيع دي. في بيقولوا كيانات مثلا تم تشويهها، او طب احنا كلنا تشوهنا يعني. ده احنا شخصيا اكتر واحد، اكتر ناس تشوهت في مصر يعني، مش اكتر واحد يعني، في اكتر مني زي الدكتور بهادي، لكن اكتر التشويه الاعلام بيشوهنا كل يوم. انا كل يوم مقالات ضدي في منتهى القذارة وقله ادب الحقيقه يوميا يعني. فمش انا هحكم على شخص متشوه ان احنا نستبعده. فكيانات زي 6 ابريل احنا في يوم من الايام اختلفنا وشدينا مع بعض، بس ده كيان شبابي ثوري وكان من طلعه 25 يناير. اجي دلوقتي اقول ان 6 ابريل دول ما ينفعوش، ما صح الاشتراكيين الثوريين نفس القصه. فانا اقصد ايه، ان الكلام ده لسه محل نقاش بما يختص بحزب الوسط. طبعا في حساسيه جنسيه جدا من ناحيه الاخوان، ما اخبيش عليك، ولانه طبعا 30 يونيو كانت يعني نزول شعبي كبير بالاخوان، لازم يعترفوا بكده. لكن احنا بنتكلم عن التيار الاسلامي السياسي بصفه عامه، في متعاطف، في مؤيد، في مش ارهابي، في فكر، فلازم الواحد يبص للصوره. نعم دكتور، نعم. القمعي دكتور حازم، نشر الدكتور حازم عبد العظيم تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية دارت بينه وبين ياسر سليم أحد ضباط المخابرات المصرية، وذلك بعد انسحابه من قائمة الرئيس حب مصر. وخلال المكالمة طلبه الضابط ياسر بالعودة لقائمة البرلمان، إلا أنه اعتذر رافضا تحقيق أي مكسب سياسي على حد تعبيره. وأوضح عبد العظيم القاضي السابق في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه اضطر لنشر هذه المكالمة لوقف محاولات تشويهه سياسيا والنيل منه ومن سمعته ونزاهته، فضلا عن كشف النقاب عن دور المخابرات في السيطرة على البرلمان والملفات السياسية. نتابع. أهلا ياسر، ازيك؟ دكتور ازي حضرتك، عامل ايه؟ معلش كانت الفتحة بس لسه شايف المكالمة. لا ولا يهمك، كل سنة طيب. وأنت طيب إن شاء الله تكون بخير. إيه أخبار حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله إن شاء الله تكون بخير. باشا إن شاء الله هم تعرف الوكيل إيهاب والمجموعة كده عاملين قاعدة مع مجموعة مصغرة جدا كده من الناس طيب. فهم عايزين وكده، هيبقى استاذ حاج يوم الاثنين الساعة 1. هو انا مستغرب الحقيقة يا ياسر، انت ما عرفش ان انا انسحبت تماما من القائمة؟ ما اعرفش يعني، هو انا ما حتى لو حاجات يعني كده اقعد يعني حتى يبقى في نقاش عشان ده رأي شخصي يعني. هو الاسماء اللي بلغوها لي اسمها وزاوية وحاجات تقول حتى لو كده تعالى اقعد وشوف. هو اجتماع برضه في المخابرات ولا فين؟ لا لا في المقر. المقر مش هكلم فيه، لكن انا بعدت خالص عن السياسة تماما يعني. بلغهم اعتذاري وشكري كمان. طيب خلاص بلغ برضه ست وكيل و شكرا شكرا جدا. الله يسلمك. عودي لضيفي عبر الهاتف الدكتور حازم عبد العظيم. دكتور حازم، يعني كان في كلام من المخابرات لحضرتك، ويبدو ان قبل هذا الاعتذار. والسؤال الان، هل فعلا المخابرات المصريه هي من رسمت خطه البرلمان الان الذي يتحدث البعض انه هذا البرلمان برلمان جاء باراده الشعب؟ يعني كيف كانت الطريقه؟ لا الحقيقه انا نشرت في 1 يناير 2016 شهاده يمكن انتشرت على نطاق واسع جدا، وكتبت في كل ما حدث في هذا الاجتماع. وانا زي ما بقول في الفتره دي انا كنت مؤيد للنظام عبد الفتاح السيسي، كان مقتنع بفكره ان الخطوره على البلد والارهاب والاخوان وسوريا والعراق ومعلش الظروف مختلفه وكده. دي الفتره بس لغايه لما ايقنت واتاكدت ان السكه ما هياش كده، السكه مش المصلحه دي، السكه هو تثبيت نظام تكريس نظام عسكري جديد بكل اساليب القمعيه، وعشان ذلك انسحبت. هي القصه كلها انه زي ما ذكرت قبل كده انه تم تشكيل قائمة حب مصر اللي هي حوالي 120 عضو في داخل اجتماع داخل جهاز المخابرات العامة المصرية. يعني كانوا في بعض الناس بيقولوا ان احنا في ظروف صعبة واحنا لازم نعمل حاجة كده عشان الوضع في مصر خطير. ده كان وجهة نظر. اللي حصل انه طبعا بقى في حاجة اسمها قائمة حب مصر للتنسيق مع المستقلين لعمل حاجة اسمها ائتلاف دعم مصر. كانت خطة سامح سيف الله يرحمه. فبالتالي انت تضمن التلتين عشان اي تصويت لصالح الدوله او النظام او السيسي يتم بالتليفون. اظن احنا شفنا الفتره اللي فاتت ان كل ده حدث، يعني ان هم مثلا يمشوا ناس من البرلمان سواء انور السادات او توفيق او كاشه، بعض القرارات الخاصه بالسيسي بتتم بالتليفون واخطرهم، وده اللي خلاني الحقيقه بقيت شديد الحده وطلعت كل القروض دي بتاعتي، لانه
موضوع تنوع صنفي ده كان يعني نموذج فج واضح لتدخل الرئيس والأجهزة في تزويد إرادة الشعب في هذا اليوم. طبعا الفكرة كلها طبعا هي مخالفة للدستور، يعني ما فعلها الرئيس ده جهاز المخابرة الوطني المنوط به أعمال أخرى أكثر أهمية وأكثر رقيا من الدخول في السياسة والإعلام، كويس إن هو سخره إنه يخش يخدم عليه، ده شيء مش محترم جدا كجهاز وطني اللي عمله عمر سليمان وما قبله. فالمادة الخامسة بالدستور بتقول هناك فصل بين السلطات، بمعنى إن الرئيس والسلطة التنفيذية لا تتدخل في السلطة التشريعية. الرئيس خالف البرلمان، الرئيس خدع الشعب المصري لما قال إن هو محايد وسيقف على مساواة وصفة متساوية، حضرتك خدعت الشعب. الجهاز الوطني المحترم اللي كلنا بنقدره، أنا كان لازم أقول كده لأنه ده مش دوره، أنت مش دورك تشتري قنوات فضائية، أنت مش دورك تشتري ناس من مرتاحين لأوامر الرئيس، أنت مش دورك تزور إرادة الشعب. ده مش دورك حضرتك، انت دورك هو حمايه الامن القومي ضد اعداء الوطن. وبعدين ثم تطور هذا الدور الى مجموعه كتائب الكترونيه واعلام تم شراؤه لتشويهنا بقذاره شديده. انا الحقيقه ما كنتش طبعا احب اطلع تسجيل صوتي على موبايلي، لكن انا طبعا يوم ما اتقرصت من هذا النظام سابقا بقيت اسجل، لان انا عارف ان هيجي في يوم سيتم تشويهي بقسوه. جرايد اليوم السابع بصفحات كبيره سب وقصف، مصطفى بكري سب وقصف. طب دكتور يعني حازم، دكتور حازم ربما نعم ربما البعض يقول انه او الكثيرون يقدرون هذا الموقف الان ضد النظام المصري من اجل كما تفضلت من اجل مصلحه مصر، لكن البعض ايضا يقول انه الدكتور حازم عبد العظيم وغيره الان يعني عليهم وزر انهم دعموا هذا النظام الذي هو الان ينتقد الذي هو الان يحاصر الجميع، يضغط على الجميع، يمنع الحريات في مصر. هذه مزايدة حضرتك مرفوضة تماما، وانا من حق ازايد عليهم لما يسمعوا تسجيل زي ده ويتقال عليا مثلا ان انا انقلبت على فتح السيسي زي ما النظام بيشوهني في كل حته، ان انا انتهازي ورخيص وكنت عايز منصب لما ما خدتوش انقلبت على فتح السيسي، وهذا التسجيل يثبت العكس ان انا انسحبت في ابريل 2015 وده التسجيل ده كان في يونيو 2015 وبيطلب مني هذا الشخص ياسر سليم، وبالمناسبه هو شخص مهذب جدا وبينفذ تعليمات انا لا اريد الاساءه ليه، هو ممكن دلوقتي باعد او تحت غطاء او كذا يعني، ويطلب مني ان انا تاني اعود واقول له لا انا اسف. هم عارفين يعني ايه تقول اسف لجهاز مخابرات عامه؟ يعني انت بتنهي كل علاقاتك بمصر يا حبيبي، يعني كل البيزنس بتاعك، كل شغلك، انا شغلي بقى حضرتك انا قاعدني في البيت وتم فصلي من وظيفتي كرئيس مجلس اداره احد الشركات، يعني لو انت هتزايد عليا بتقول لي ان انت يعني كنت في هذا النظام هزايد عليك واقول لك انا دفعت الثمن، طبعا في ناس دفعت الثمن اكثر من كده، في ناس دفعت الثمن من حياتها، في ناس ماتت، وفي ناس بتتعذب حاليا، وفي ناس اتسجلت على سنتين وسنتين عشان احطهم في مرتبه اعلى، عشان بس اكون واضح وامين، انا دفعت الثمن لكن هناك غيري دفع الثمن اكثر. لو هنعيش دلوقتي في المزايدات بيننا وبين بعض سواء من الاخوان او من التيار الاسلامي او من الليبراليين او غيرهم، هنقعد نزايد على بعض يبقى النظام هيتفرج علينا مش هنحل حاجه. نعم شكرا جزيلا دكتور حازم عبد العظيم عضو جبهه التضامن من اجل التغيير، شكرا لك.